صباح الخير ويسعد أوقاتكم جميعا، إن شاء الله هيك رمضان كريم ينعاد عليكم دائما بالصحة والسعادة والسلامة والسرور. سؤال بينطرح كتير، إنه أنا يا دكتور عم رضع، أنا ابني لساته صغير وحابة رضعه، ما حابة أنا أفطمه، بس أنا حابة أصوم أم بواجباتي كاملة. أكيد أكيد المرضع بتقدر تصوم وبتقدر تكمل وصيام يكون كامل، لكن برجع بأكد الحليب اللي لازم ترضعه للطفل او حديث الولاده، هذا لازم يكون غني بالبروتينات، لازم يكون غني بالكالسيوم. شو لازم تعمل المرضع لحتى هي تقدر توفق بين الصيام وبين الرضاعه؟ لازم كتر سوائل، اكيد سوائل كتير، خاصه بفتره الافطار اشرب قد ما بقدر من المي، من الحليب، لازم اشرب حليب اللي فيه كالسيوم فيه بروتين، لازم كتر من السوائل، وبنفس الوقت لازم ما اخذ مكملاتي الغذائيه بالذات الكالسيوم والفيتامين د لحتى ما انا اقصر او حليبي يقصر مع الطفل. الشيء الثاني يكون الغذاء متوازن، يعني نحن احيانا بنخطئ كثير بفتره الرضاعه، انا جوعانه وعم طعمي اثنين وكذا وهذا، فبصير في عندي انا زياده بالاكل، زياده بالتخمه، بصير في عندي ضغط على المعده، بصير عندي زياده بالوزن الغير غير مطلوبة وغير مقبولة. لا، لما يكون أنا غذاء يكون بكمية الخضرة فيه كافية مشان أنا أقدر أعطي فيتامينات للطفل، بده يكون في أنا بروتينات كافية، بده يكون في عندي كمان نسبة الدسم متوازنة. إذا الغذاء المتوازن، التنويع في الغذاء لازم يكون في، وبنفس الوقت ما بدي أنا أخذ أكل يعمل فيه تخمة. قالوا لي فينا نعمل نحنا حمية، فينا نعمل هون نحن إذا كان في حالات مرضية مرافقة للرضاعة يفضل إنه نستشير الطبيب مشان ما ندخل الطفل إنه ياخذ حليب يكون فيه مثلا أدوية تأذيه أو تضره أو يكون في عليها تأثير سلبي على حياته. ودائما وأبدا أتمنى لكم كل صحة وسلامة، وأتمنى لكم كل خير، وينعاد عليكم الصحة والسعادة.